أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. الزمان، ارتفاع حصيلة ضحايا التدفع خلال زيارة عاشوراء في كربلاء إلى 37 قتيلا. البصائر، لجنة النزاهة النيابية، 5 محافظات صادراتها النفطية خارج السيطرة. القدس العربي، نتنياهو يتعهد بضم ثلث الضفة بعد الانتخابات، وصواريخ غزة تجبره على الفرار من الزود. البيان الإماراتي، ميليشيا الحوثي تصعد في الحديدة مع بدء عمل المراقبين. الخليج، الإماراتية، بريطانيا، إيران خدعتنا بشأن الناقلة إدريان دارية. وفي الشرق الأوسط، واشنطن تتهم طهران بأنشطة نووية غير معلنة. أما في العرب الجديد، ترامب يقيل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران تسعى للحفاظ على حالة اشتباك شبه دائم مع الكيان الصهيوني على الأراضي السورية. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر عربية إلى أن ذلك يصب في خانة منع حالة انفراد إسرائيلي روسي أمريكي بطهران ودفعها إلى الانسحاب من سوريا تحت الضغط ودون تحقيق أي من نتائج تدخلها. المصادر أضافت أن هذه الميليشيات التي تتحرك وفق آلية تحرير المبادرة هي التي تقف وراء إطلاق شبه مستمر للقذائف في مسعى لتوسيع دائرة الاشتباك على الأراضي السورية في وقت بدأت فيه إيران تفقد صبرها بسبب تعاظم الدور الروسي وتحكمه بالقرار في دمشق. واعتبر مراقبون أن تحرك الميليشيات الشيعية يأتي داخل سياق تصعيد تريده إيران لتخفيف الضغوط التي تمارس عليها منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في فيينا مع إيران عام 2015. ورأوا أن طهران تود التشويش على أي تفاهمات روسية إسرائيلية بشأن إخلاء منطقة الجنوب السوري الحدودية مع إسرائيل من أي وجود عسكري تابع لإيران وميليشياتها، وهي من خلال إطلاق تلك الصواريخ تود بعث رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذين سيلتقيان الخميس في موسكو بأنها ما زالت رقما صعبا داخل المعادلة السورية. وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية أن إيران تسعى لتدعيم موقفها المتصدع داخل سوريا، خصوصا أن كافة السيناريوهات الدولية المرتبطة بمستقبل سوريا تلحظ تقليصا حقيقيا للنفوذ الإيراني داخل هذا البلد. الصحيفة تقول إن طهران باتت تدرك أن قيام إسرائيل بضرب مصالحها ومواقعها العسكرية في العراق وسوريا، ومثال ذلك ما تعرضت له مواقعها العسكرية على الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البكمان، يمثل أعراضا متصاعدة لقرار دولي تنفذه إسرائيل قد لا تكون روسيا بعيدة عنه، وذلك بسبب إغلاق الممر الذي لطالما سعت طهران لشقه بين طهران وبيروت. في العراق لا توجد معارضة بمنطوقها الذي تقره العقول والضوابط ولا حتى بمفهومها الذي يتبادر إلى الأذهان. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر مما ينبغي أن يكون راسخا في المشهد العراقي وعند كل من يتعاطى معه أن بدعة المعارضة لدى أحزاب العملية السياسية تشبه تماما فرية المقاومة لدى الميليشيات، فكلاهما ادعاء يجمع بين نقيضين لا يستقيم معه عقل في التعاطي ولا يقر له تاريخ في الوقوع.
الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على إنكارها أن المعارضة الرائجة مؤخراً داخل أروقة العملية السياسية في العراق هي محض كذب، لاستحالة أن يكون ذلك منطقياً في إطار منظومة هي في الأساس مبنية على تقاسم الحصص بمنطلقات طائفية من وجه وعرقية من آخر وحزبية في المقام الثالث، ومن رضي بالولوج فيها يكون مقيداً بهذا النمط دون سواه. ما يجري من حديث عن مشروع تكوين وزراء ظل يتبناه أحد أطراف العملية السياسية بعدما حدت به الخلافات إلى ركوب موجة المعارضة ضرب من الوهم المخادع الذي لا ينبغي أن ينال أدنى درجة من احتمال المصداقية، لكنه ورغم ذلك أسقط في شراكه شخصيات دبلوماسية وممثلي حكومات لديها بعثات لدى بغداد صدقت به وروجت، وكأنه مشروع خلاص أثيرة أو نقطة تحول فريدة دون أدنى اعتبار بأنه لا يفرق عن مشاريع مماثلة سبقته واندثرت ولم يكن لها على أرض الواقع شبرا من نصيب، في مشهد يعطي انطباعا عن مسار الإرادات المتحكمة بالمشهد العراقي التي تريد استجداء أي رمق يبقي على العملية السياسية قائمة ولو على سبيل المجاز. الكاتب يقول إن ثقافة القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية كانت منذ وقت مبكر عالية المستوى ومتطورة في الأداء، لأنها لم تصنف نفسها في إطار المعارضة حتى لا يكون هذا التوصيف مدخلاً وإن كان ثانوياً للاعتراف بالنظام السياسي الذي شكله الاحتلال ولا يمنح شرعية لمخرجاته، بل اتخذت من المناهضة مسلكاً لأدائها السياسي ووصفاً لمنهجها الفكري، فحازت بذلك ميزة الثبات على المواقف والاستمرار في المواجهة. يواصل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التهديد والوعيد بضم المزيد من الأراضي العربية، ويكاد العالم يبرر له ذلك بأنها وعود في نهاية الحملة الانتخابية. صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن ما قاله نتنياهو هو نتيجة طبيعية لما وصلت إليه ما تسمى عملية سلام الشرق الأوسط، حيث الإدارة الأمريكية منذ العام 2017 تتعامل مع مشكلة إسرائيل وفلسطين وكأنها امتداد لسياسة نتنياهو. رغم خطورة ما أعلنه نتنياهو وهو يدرك أنه قادر على تنفيذه في ظل الضعف والانقسام الفلسطيني وانشغال العرب بقضايا أخرى، فإن ما يدعو للسخرية إشارته إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية بعد إعلان خطة ترامب للسلام، وكأن الضفة تبقت فيها أراض للبلع مع انتشار المستوطنات في أطرافها وقلبها. وإذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية استبعدت وصف الأراضي الفلسطينية من أدبياتها مؤخراً، فليس مستغرباً إذن أن تكون إدارة ترامب أعطت نتنياهو صكاً على بياض لفرض ما يريد من واقع فعلي على الأرض قبل أي مفاوضات سلام. وبما أن صهر ترامب جاريد كوشنر كرر أكثر من مرة أن مبادرة السلام التي يعمل عليها منذ أكثر من عامين لا تتضمن حل الدولتين، فهي بالتالي مجرد خطة لتجاوز مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في 2002 وتعتمد حل الدولتين على أساس الأرض مقابل السلام. وإذا كان بعض العرب والفلسطينيين يعتبرون تصريحات نتنياهو مجرد وعود انتخابية، فإن الماضي البعيد والقريب يؤكد أن ما يقوله الإسرائيليون يفعلونه بغض النظر عن الاتفاقات والمعاهدات والمبادرات والصفقات. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن سياسة إسرائيل التوسعية وتغولها على حقول الفلسطينيين وأراضيهم وتصريحات نتنياهو العدائية تحتاج من العرب اليوم ومن الجامعة العربية إلى ما هو أكثر من خطابات الهجوم وبيانات التنديد. بعيداً عن الموت السوري قتلاً وخاصة ما يتم منه بهجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة التي تنفذها طائرات نظام الأسد وحلفائه وتزامناً مع الوقائع السابقة
الجارية التركيز عليها وما يحيط بها من أرقام التي تمثل كارثة مستمرة، فإن ثمة وقائع وأرقام لا يتم تناولها إلا بصورة محددة، رغم أنها لا تقل أهمية وخطورة مما سبق في أثرها على السوريين في الوقت الراهن كما في المستقبل. هذا ما أشار إليه فايز سارة بمقاله في صحيفة الشرق الأوسط. إذا كان لنا أن نبدأ في تناول الأرقام والوقائع من الجانب الاقتصادي، فيمكن الإشارة إلى التردي الظاهر في قيمة العملة السورية التي وصلت قيمتها إلى ما دون 10% من قيمتها في 9 سنوات مضت، وما جره ذلك من تضخم وغلاء. وقد أصاب الأخير المواد والخدمات الضرورية، فرفع أسعارها وتكاليفها في 2 من مؤشرات صعوبات العيش. وقد يكون الفقر هو الأخف أثراً في واقع الوضع الاجتماعي الراهن مقارنة بالتفكك الأسري وتشرد الأطفال، وقد بات كلاهما ظاهرة عامة تغذي وتساهم في توسيع ظواهر أخرى، منها عمالة الأطفال والدعارة وإدمان المخدرات. صعوبة الأوضاع الأمنية التي يعيش السوريون في ظلها بمناطق سيطرة النظام تكمن في انفلات الأجهزة الأمنية لاستخدام النفوذ من أجل تحقيق مكاسب شخصية، بينها الحصول على رشا. لقد أصبحت حياة السوريين في مناطق سيطرة النظام بصورة كلية تحت رحمة أجهزة الأمن التي لم تعد مقتصرة على أجهزة النظام، فقد أضيفت إليها الأجهزة التابعة للإيرانيين وميليشياتهم وللشرطة الروسية، وكلها تقوم بالمداهمات والاعتقالات والتدخل في المنازعات، مما يؤشر إلى تعددية السلطات الأمنية، وهو تطور آخذ بالتزايد في الواقع السوري الراهن. الكاتب يرى أن هذه الوقائع والأرقام السورية قد لا تضيف شيئاً إلى تفاصيل الكارثة السورية، لكنها تؤشر إلى أخطار مستقبلية تحيط بالسوريين وأطفالهم الذين يعيشون وسط الخراب. سيكون له تأثير أبعد بكثير من الجغرافيا السورية. وقائع وأرقام سورية هي بمثابة إنذار متكرر لضرورة تحرك إقليمي ودولي من أجل معالجة القضية السورية وإخراج سوريا والمنطقة من النفق الأسود. أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة عصبية شهوراً من المفاوضات مع حركة طالبان، بعد أن أوشك الطرفان على التوصل إلى اتفاق لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. ويرى مروان قبلان في صحيفة العربي الجديد أن المفاجأة الأكبر تمثلت في إعلان ترامب إلغاء اجتماع كان مقرراً أن يستضيف فيه قادة من طالبان في منتجع كامب ديفيد يوم الأحد الماضي للإعلان عن اتفاق سلام. فيما لا يبدو أن ترامب أقنع أحداً أنه أوقف المفاوضات بسبب مقتل جندي أمريكي ملون من بورتوريكو، خصوصاً إذا علمنا أن 15 جندياً أمريكياً قتلوا خلال المفاوضات الجارية مع طالبان منذ نحو عام، فإن دافع قراره التراجع عن لقاء كامب ديفيد قد يكون الاعتقاد أن استقبال قادة طالبان في المنتجع الرئاسي قد يمثل كارثة انتخابية، نظراً لتحميلهم المسؤولية عن هجمات 11 من سبتمبر في 2001. الآن يجد ترامب نفسه أمام احتمالين، إما أن يأمر بانسحاب أحادي من دون اتفاق، وهذا ترفضه وزارة الدفاع البنتاغون التي تعارض أصلاً فكرة الانسحاب من دون ترتيبات تضمن بقاء جزء من القوات في أفغانستان بعد عقدين من القتال لحماية مصالح أمريكا فيها. فما بالك بانسحاب أحادي يشعل التنافس الإقليمي لملء الفراغ بين القوى الخمس الرئيسة صاحبة المصلحة، روسيا والصين والهند وإيران وباكستان، وقد يؤدي ذلك إلى صعود داعش كما حصل في العراق. هذا إذ لم يحصل السيناريو الأقل سوءا، وهو سقوط حكومة أشرف غني وعودة حكم طالبان. الاحتمال الثاني أن يعود ترامب عن قراره وقف المفاوضات مع طالبان، كما عاد عن قراره الانسحاب من سوريا وإنجاز اتفاق السلام.
الكاتب يقول إنه إذا كان إلغاء اللقاء مع قادة طالبان مفهوما، تبقى بناء على ذلك أسباب إلغاء نتائج المفاوضات غامضة، خصوصا وأن ترامب بدا مستعجلا لإنفاذ وعده الانتخابي بالانسحاب من أفغانستان قبل موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020، وهذا ما يفسر موافقته على جدول انسحاب من 16 شهرا بدلا من 36. علقت صحيفة الجارديان البريطانية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه لا يوجد مراقب متعقل للشؤون الدولية يمكنه أن يحزن على إعلان ترامب إقالة بولتون، لكن المشكلة الأكبر تظل في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الصحيفة تضيف أن الكثيرين في واشنطن ومن بينهم جمهوريون بارزون أعربوا عن سعادتهم لرحيل جون بولتون، وتقول إن إقالته حدث سياسي نادر رحب به حتى من يكرهون ترامب وكل ما يمثله. وتشير الصحيفة إلى أن رحيل صقر متشدد متهور مسؤول عن قدر كبير من السياسة الأمريكية الخارجية المروعة أمر مرحب به. وتقول الصحيفة إن بولتون لدى دخوله الإدارة الأمريكية الربيع الماضي كان يدعو بقوة لهجوم احترازي على كوريا الشمالية. وتضيف الصحيفة أن بولتون على النقيض تماماً من ترامب، كان يؤمن بالتدخل الخارجي القوي وبوجود حضور عسكري أمريكي دولي قوي، وكان دوماً هناك الخوف من أن مهارته التكتيكية ودأبه الذي لا يلين سيمكنانه من تحقيق ذلك. وتقول الصحيفة إنه مهما كان الترحيب برحيل بولتون فإن من يخلفه قد لا يكون أفضل منه. وتضيف الصحيفة أنه لا يجب الترحيب بالأسلوب الفوضوي المفكك الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية التي يبتهج رئيسها بالانقسامات والتحزبات بين طاقمه، والتي تسمح له بالحكم وفقاً لأهوائه وغروره. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه من المحتمل أن يكون جون بولتون قد أقيل لأنه خدش غرور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس لأنه لم يكن كفواً. نجح الشاب الفلسطيني هاني نصير في التغلب على كثير من المعوقات وإتمام مشروعه البيت الذكي، الذي استوحى فكرته من فيلم علمي أمريكي تدور أحداثه عن تطور واقع المنازل الذكية في العالم، وذلك رغبة منه في خدمة شريحة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال موقع الجزيرة نت إن فكرة نصير ترتكز على ربط الأجهزة الكهربائية المنزلية بتطبيق صممه بنفسه ويعمل على الهواتف الذكية، إضافة إلى الاعتماد على الأوامر الصوتية التي تقدمها شركة جوجل للمستخدمين. وتقدم نصير بمشروعه لجهات أمريكية مختصة للحصول على براءة اختراع بهدف خدمة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يزداد عددهم في قطاع غزة نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية. وبحسب نصير فإن تحويل مشروعه إلى واقع يحتاج إلى مبلغ لا يتجاوز $1,000 أمريكي لكل وحدة سكنية، ومن خلاله يستطيع المستخدم التحكم بسهولة في أجهزة كهربائية قد يصل عددها إلى 50 جهازاً. استخدم أحد العاملين في متجر باليابان ذاكرته الفوتوغرافية لسرقة معلومات بطاقات الائتمان لنحو 1300 زبون. وأفادت صحيفة البيان الإماراتية بأن العامل تمكن من سرقة المعلومات المكتوبة على البطاقات الائتمانية من خلال استراق النظر إليها وحفظ التفاصيل الكاملة المكتوبة عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن العامل تمكن من حفظ رقم بطاقة الائتمان المكون من 16 خانة والرمز السري وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة لزبائن المتجر خلال عملية الشراء. وبعد إلقاء القبض عليه وجدت الشرطة في حوزته
دفترا يضم تفاصيل البطاقات الائتمانية ل 1300 ضحية. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.